صديقتي تقول بيتنا كلهم أثرياء ما عدا أنا، ما الرسالة وكيف أشبك معهم؟ الله الله، أنت يعني محظوظة أنه عندك كثير أثرياء، وأعتقد يعني إذا حطيت النية وضبطت شوية معتقدات شوية مشاعر، أعتقد أنك أنت يعني راح تكونين المكملة لهم، لأنه هو كذا الثراء معدي، لكن محتاج شوية بس تضبطين الأشياء. الرسالة أنك تضبطين في شيء مسوي بلوك، في شيء مسوي بلوك. ممكن تحضرين الشجاعة تساعدك، ممكن تحضرين القبول تساعدك، ممكن تنتظرين لما تحضرين معانا كارما الثراء السنة القادمة. بس مؤشر جيد. لانا صديقتي تقول دائما أحس أني راح أصير ثري أو ثري يمين. لانا ولا أنا غلطانة؟ ولما حطيت نية الثراء وصلت إلى القاع، وفي هذا الشهر بس بديت أحس أني بديت أطلع من القاع، ولكن ما أعرف هل أنا على الطريق الصحيح. أوه واو، أخبار جميلة، أخبار جميلة. أنا ما أعرف أنت حطيتي معانا على يناير ولا كنتي يعني مو معانا. إذا معانا أنا يعني سعيدة إنه يعني القصة يعني مبشرة، خصوصا إنه في هذا الشهر أنت قدرتي شوية تضبطين الموضوع، فمعناها النوايا قاعدة تشتغل صح. طبعا يوم حطيتي نية الثراء ما كنتي مستعدة وما كنتي جاهزة، وكان أقصر طريق للثراء القاع، كان أقصر طريق للثراء القاع، وبالتالي رحتي، وأكيد في دروس، أكيد في رسائل، يمكن كان عندك مفاهيم معتقدات، يمكن كان عندك أفكار غلط، يمكن كانت عندك سلوكيات في الثراء غلط، يمكن كانت عندك مشاعر غلط، يمكن جالك قرصان، في احتمالات كثيرة وش اللي صار في هذا القاع. لكن أخبار جيدة، المفروض أنه أنت فهمت الرسالة من القاع، وأنه أنت الآن قاعدة تطلعين خصوصا في هذا الشهر، ضبطت المشاعر وتمشي ترجعين مرة ثانية. صديقتي تقول أنا لما أكون حول أثرياء أنبسط لهم، بس أحس بالنقص وأحس بالقرف من وضعي الحالي، كيف ممكن أخرج المعتقد من رأسي أني ناقصة إذا أحد غيري أحسن مني؟ معناها عندنا خوف وعندنا عار، خوف وعار، فبالتالي تشتغلين على الثقة بالنفس، تشتغلين على الخوف. وهل في أمل لو تحسن شعوري يتحسن وضعي المادي؟ أوه واو، بدون أدنى شك، ما عندي يعني شك في هذا الموضوع إطلاقا. أصلا هو يعني الثراء، وخصوصا دخول كارما الثراء، ويعتمد كثير على المشاعر، يعتمد كثير على الجسد المشاعري، كيف أنه شعورك تجاه الثراء، شجاعتك تجاه الثراء، شجاعة المالية تكلمنا عنها، وقبولك لحالة الثراء، قبولك لمرحلة الثراء، كل هذه الأشياء. تعرف تحسب الأثرياء يعني عندهم بس فكرة ذكية؟ أبداً أبداً. كم شخص الحياة عنده فكرة ذكية، فكرة بزنس ذكية؟ كم شخص اشتغل وتقفل عند البزنس؟ ملايين الناس، ملايين في الأرض، وعندك ملايين الأذكياء اللي ما قدروا يصيرون أثرياء، مو قادرين حتى هذه اللحظة يفهمون. ملايين مليارات الأذكياء مو قادرين يصيرون أثرياء، مو قادرين طبعا، لأنه جسدهم ومشاعري خربان. زهرة حبيبتي تقول أعطيت زوجي كل أملاكي من النقود على إنفاق، على اتفاق تم بيننا أن يكتب نص العقار لي، ولكن بعد الشراء لم يكتب النصيب يمكن، أو لم يكتب نص العقار. طيب يا زهرة كتبتي؟ دونتي؟ كتبتي ولا ما كتبتي؟ يعني أول شيء في قوانين للحياة المشتركة، طيب، والمعاملات المالية تدون، معاملة مالية لم تدون في الزبالة، معاملة مالية لم تدون في الزبالة. إذا زوجك لا يقبل معاملة مالية مكتوبة لا يستحق المساعدة، فهو إنسان نصاب، إنسان نصاب. والله في القرآن يقول إذا تداينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه، فالمفروض كل شيء يدون. هذا قانون أصلا، هذا قانون إنه المعاملات المالية كلها تدون. ليه؟ مين حضرته هو؟ مين حضرته هو يطلع؟
بينك وبين أمك وأختك وجدك وعمك وخالتك وزوجك وزوجتك، كل العالم القريب والبعيد، كل العالم في اتفاق، في أموال في الموضوع، في كتابة. ما في كتابة ما في حق. أقولك هو غلطان، أوكي هو يعني ما له حق، لكن الأشياء لازم تتسوى بطريقتها الصحيحة. صديقتي تقول أحس ثراء مسؤولية كبيرة جدا. صحيح صحيح صحيح، وكل ما زادت فلوسك صارت المسؤولية أكبر، وصرت مسؤول عن بيوت وعن أطفال وعن ناس. يعني مستحيل شخص يعني أمواله ممدودة ولا هو فاتح بيوت ولا هو مسؤول عن الناس اللي تشتغل عنده واللي تشتغل معاه، وكل ما صارت عندك يعني يمكن بداية الثراء يكون همك إنك تكسب مال وإنك تستمتع بالمال، بعدين لا تصير تفكر بالمركبة، إنه الناس هذولا كلهم لازم يكون وضعهم جيد، لازم يكونون عايشين صح عشان تمشي المركبة صح. وتخيل على قد الناس اللي تدخل الكارما حقتك على قد حجم ثرائك، على قد ما يزيد الناس اللي تكون معاك تاخذ من هذا المال، على قد ما هي كلها محتاجة عناية. هذه المركبة محتاجة عناية وصيانة وإخلاص واهتمام وصدق، كثير أشياء كثير أشياء. ووقتها أنت لازم تحط فلوسك في المكان الصح، تحطها في المكان الصح، تحطها غلط يخرب جزء من المركبة مباشرة. تاي نعم مسؤولية. صديقتي تقول أنا مشكلتي أني أعطي إخواني وأصرف على أهلي لأني ما أحب أشوف عليهم قاصر وأنسى نفسي مع أني عندي التزامات وأطفال. نرجع لموضوع المسؤولية ونرجع لموضوع قبول الثراء أو قبول المال، لأنه أنت لابد يكون عندك طريقة للصرف، لابد يكون عندك أنك أنت تصرف على نفسك، تصرف على أطفالك، تصرف على... في ناس يعني لما يطيحون المركبة تطيح كاملة، في ناس لما ما تصرف عليهم تخربط الدنيا. فلازم ترتبين الموضوع وفي قد يكون الناس من أهلك نعم أنت لازم تصرفين عليهم، قد يكون لا الموضوع والله هو محتاج آيفون آخر موديل. لا يا عمي إيش آيفون آخر موديل، لا في التزامات في أشياء أهم. وتقولين والله ما أبغى عليهم قاصر، يعني أصدقائهم معهم آيفون آخر موديل، طيب مو مسؤوليتك، لا مو مسؤوليتك، مو مسؤوليتك انك تعيشينهم برفاهية. اوكي ممكن هم تقولين والله محتاجين ايجار البيت، والله محتاجين سيارة، اقولك ماشي ماشي، هذا اذا كان انت الشخص الوحيد اللي انت تقومين بهذا الدور. ممكن يكون في اكثر من شخص، فبالتالي احنا نحتاج نقعد ونسوي يعني مشاركة بطريقة الصرف وطريقة ادارة الاموال المشتركة. صديقتي تقول انخفض استحقاقي بصورة كبيرة بعد فك التعلق والانبهار، وأحس ما استحق أي شيء وغيري يستحقون حتى الثراء. أو شيء أبغى أقول لك أنه استحقاقك منخفض قبل وبعد موضوع فك التعلق، فالحمد لله أنا فكيت التعلق لأنه ما كان استحقاقك عالي بالتعلق، بينما الحقيقة أنه استحقاقك أحسن بعد ما فكيت التعلق. بمعنى أنه الربط ما بين موضوع فك التعلق والاستحقاق هذا ربط 100%، ما له دخل في الموضوع، ما له دخل، بالعكس يحتمل انك تحسنتي اكثر لما فكيتي التعلق، مو انه انت صرتي الأسوأ. شيء ثاني انا ادعوك الى انك انت تحضرين الثقة بالنفس، لان اتوقع انه فيه عار كثير. العار يخفض من الاستحقاق كثير. ليش؟ لانه الاستحقاق هو عبارة عن يعني باختصار الاستحقاق انه انت شايف انه هذا الكيان بكل الاجساد اللي فيه في اشياء كثير جيدة تستحق بناء عليه حياة تساويها، حياة تساويها. فبالتالي لما تكون انت شايف اجسادك ضعيفة، شايف ضعفك المادي، ضعفك الفكري، ضعفك المشاعر، شايف انه في كثير نقاط ضعف، تحس انه لا ما يستحق، شخص سيدة ما هي جميلة ما تستحق الثراء،
سيدة عندها مشكلة صحية ما تستحق الثراء، سيدة، فبهالطريقة تصير تفكر إنه الضعف اللي عندي لا يساوي حياة جيدة، فهذا الأنسب، هذا الأنسب. لذلك أنا دائما أرى إنه أحد أهم الحلول لموضوع الاستحقاق هو موضوع العار، إنه أنت تنظف وتشتغل على شعور العار. عندنا الثقة بالنفس كثير راح يساعدك كثير.